بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله راح نستعرض عام لوظائف وتركيب بعض العضيات الخلوية، وراح نتكلم عن حبيبات أفرازية، نوع من أنواع العضيات اسمه حبيبات أفرازية. التركيب عبارة عن أوعية محاطة بجدار، وهذه الأوعية تحتوي على البروتين المنتج من الران. المنتج الذي حدث له داخل شيء معين اسمه معقد الجولجي. طبعا معقد الجولجي شرحناه قبل في كلامنا، هو يعني وظيفته يقوم بتصنيف الجزيئات، ويقوم بعملية تحرير البروتينيات الكيميائية، كما يعيد تغليف بعض أنواع من البروتين. أيضا معقد جولجي كما يحتوي على قادر على إنتاج نوع من أنواع يقدر يحفظ الهرمونات البروتينية والإنزيمات. أيضا يقوم بتخزين الهرمونات البروتينية أو الإنزيمات لحين التنبيه لإفرازها. هذه فائدة حبيبات الإفرازية، تقوم بتخزين الهرمونات البروتينية أو الإنزيمات لحين التنبيه لإفرازها، وهي مشابهة بعضيات معقد جولجي، لأن المقعد جولجي ذا يقوم بتصنيف الجزيئيات، عنده خبرة يعني بتصنيف الأشياء الصغيرة جدا داخل الخلية، وأيضا عنده قدرة أنه يقوم بتحرير البروتينيات الكيميائية، وعنده قدرة ثالثة بتغليف البروتينيات. وحبيبيات الإفرازية عندها قدرة بتخزين تخزن الهرمونات البروتينية، فهمتوا؟ ذيك اللي فوق تغليف، وده يخزن، يعني العملية اندماجية بين هذه العضيات مهمة جدا لما تكون مع بعض. إلى هنا انتهى الدرس، أتمنى أنكم استفدتوا ولو معلومة بسيطة جدا. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليب، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.